شو غتمشي عند شيماء وغتقول لها وفين هما البلاصه ديالي؟ وفين تشعل عليهم الضو كامله ما كاين شي فين مشاو؟ حتى واحد فيكم ما شافوهم ها؟ فين هما البلاصه؟ غتمشي عند شيماء وغتقول لها العايله انتينا ما شفتيهم شي؟ لا ما شفتوشي. فين عمرك شفتي شي حاجه انتينا بعدا؟ كون كنتي تشوف كره وهنا ما تجبركش قدامي هنايا. شو غتمشي عند شيماء وغتقول لها فين مشاو؟ حتى واحد فيكم ما شافوه؟ والوليده راه النظر في عينك. ها فين هما؟ اه والله لا يا ربي ثبتنا يا ربي. انتوما السبب اللي ماشي ولاد الحالكم عاد ماشي بقالو عقلو باغين تحمقوني ياه. هو واخ واخ. شو غتمشي عند شيماء وغتقول لها غتقول لها قتلكني شو غتمشي عند شيماء وغتقول لها اجي انت بعدا علاش البارح دخلتي العقار؟ انا الوالده راه دخلت بكري كانت كدبني ياه وانا شفتك بعيني. شني هاد النسمة الكارو اللي كنشم؟ رجعتي لهاداك ميا المسخون ها صافي في اخر الليالي مشوهني مع العائله ما كاين لا ريحه لا والو الوالده ما تزيدش فيه. والله انا بقات فيك اليوم بيا ولا بك وانا كنبقى نكبر بكم ونعلي بكم قدام العائله. جيتي انت عملتي لي وجهي تحت الصباط ها والله لا بقات فيك يا ولدي والله لا ها وما تجي ها وما تجي ها وما تجي هو اللي يفهم لك هو اللي يفهم لك ها مستخدم ماشي حمقوري. اش نقيت انا في حياتي زولتكم اش نقيت انا في يا ربي يا ربي اذا كانت من عندك مرحبا بها واذا كانت من عند العاب ادفعوا ليها كو حساب لي ما تخرجوا لي هيدا كون نهار الاول عملتكم غق. ويلي شو غتقول وعدي 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 في اخر الايام ماشي يشوهوني شو غتقول شي ما تبيش اني عملت هنا شو غتقول انت يعني ماشي يشوهوني ماشي يشوهوني غتمشي عند شيماء وغتقول لها حقات فيك اليوم بيا ولا بك ما الله خليتها فيك. غتقول لها قد ما انتينا من الصباح تما نطلع الحوايج نصطح واخ عرفتي صافي ما تقول لها ما تقول لك او عرفتي انا اصلا ماشي شغلي من الاخر ناقص شي اوديو.